حضر الرئيس، فهل تحضر الموازنة بعد عامين ونصف على عجز لبنان عن انتخاب رئيس للجمهورية؟ استطاع لبنان تخطي هذا الاستحقاق وانتخاب ميشيل عون رئيس للجمهورية، لكن 12 عاما تفصلنا عن آخر موازنة وافق عليها البرلمان اللبناني. هل يكون العام 2017 موعد إقرار البرلمان اللبناني للموازنة؟ آخر موازنة كانت موجودة في لبنان هي في العام 2005، كان رفيق الحريري رئيس الوزراء في لبنان، لكن بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري كان هنالك انقسام سياسي حاد في البلد أدى إلى خلافات سياسية واسعة، وبالتالي أدى إلى غياب الموازنة عن لبنان منذ ذلك الوقت. لكن نقول غابت الموازنة، غابت الموازنة بشكل رسمي المقرة والمعتمدة من البرلمان اللبناني، لكن كل سنة لبنان والسياسيين اللبنانيين الخبراء بتدبير الزوايا كانوا يلجؤون إلى بعض الحلول، وبالتالي كان هنالك بعض الموازنات التي يتم تسيير الأعمال عليها ولكنها غير موافقة أو معتمدة من قبل البرلمان. وكنا في كل سنة نرى موازنة معينة، في العام 2016 الموازنة وصلت إلى مستويات 15 مليار و700 مليون دولار أمريكي حسب توقعات البنك الدولي. في العام 2017 سنكون أمام موازنة تتخطى ذلك إلى أكثر من 16 مليار ونصف المليار دولار، وهذه أقرت للعام 2017. لكن كيف يتم احتساب هذه الموازنة خارج أروقة البرلمان اللبناني؟ عادة ما يتم أخذ موازنة آخر عام يتم اقتسامها أو تقسيمها على 12 شهرا، ويتم إضافة الاعتمادات الإضافية إليها المقررة من مجلس الوزراء من أجل التعيينات، التصنيفات، أي أمور يحتاجها بعض القطاعات في لبنان يتم إضافة اعتمادات إليها موافق عليها من مجلس الوزراء، وبالتالي على هذا الأساس يتم احتساب الموازنة. ما هو الأثر السلبي لغياب موازنة منذ العام 2005 حتى اليوم؟ أولا لدينا ارتفاعات كبيرة هائلة في الدين العام. نحن نتحدث في العام 2017 الدين يصل إلى مستويات 157% إجمالي نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. حسب توقعات البنك الدولي سيصل إلى 160% في العام 2018. لدينا فقط منذ العام 2005 حتى اليوم زيادة بأكثر من 32 مليار دولار فقط في الدين العام، وصولا إلى مستويات تصل إلى 75 مليار دولار. غياب المصداقية، وهذا أمر حساس ودقيق ومطلوب للبنان أمام المؤسسات الدولية في حال طلب أي اعتمادات أي قروض من المؤسسات المانحة، كل هذا الأمر يحتاج إلى بيانات مالية نظيفة في أي دول. وقف التنمية طبعا لأنه لم يكن هنالك ميزانيات على مدى أو موازنات على مدى السنوات الماضية، وبالتالي لم يكن هنالك عملية تنمية طبيعية وحقيقية. وغياب التخطيط المالي، كل الأمور السابقة طبعا تؤدي وستكون نتيجتها غياب التخطيط المالي، وهذا ما نراه في الحياة اليومية في لبنان. لماذا يسعى لبنان لاعتماد موازنة رسمية؟ أولا من أجل عودة الانضباط المالية، من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى أي دولة غير فاشلة تقر بنودها وسياستها المالية، تعزيز المصداقية دوليا. وذكرنا غياب الموازنة كيف يؤثر على صورة وعلى سمعة وعلى مصداقية لبنان أمام المؤسسات الدولية، وكبح الدين العام وتعزيز النمو. وذكرنا أن الدين العام يتخطى مستويات 75 مليار دولار حاليا. عجز مالي، العجز المالي الموجود حاليا في لبنان يتخطى 5 مليار و200 مليون دولار. نتحدث عن عجز مالي، كيف يمكن تخطي هذا العجز وكيف يمكن يعني إيجاد بعض الحلول من أجل تخطي التحديات؟ أولا بتشجيع الاستثمار، إن كان الاستثمار من قبل اللبنانيين أنفسهم، بعض المغتربين أو حتى المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار بلبنان، ولكن يعوقهم المصداقية والثقة بلبنان. القضاء على الفساد، وهذا بند أساسي في تنمية أي مجتمع وأي اقتصاد. الخصخصة، وهنالك خطط لخصخصة عدة قطاعات، ربما كمرحلة أولى سيتم ويتم الحديث عن خصخصة شركة الكهرباء على سبيل المثال، وفرض ضرائب. وعادة هذا هو الحل الأسهل الذي تلجأ إليه كانت الحكومات والسلطات الرسمية في لبنان في المرات السابقة، ولكن هذا البند تحديدا أو هذا الحل يتم اعتراضه أو الاعتراض عليه حاليا من قبل كافة الفرقاء في لبنان، وبشكل أساسي لأنه يلقي بالكثير من الضغوط على المواطن اللبناني المرهق أساسا من زيادة الضرائب. تكلفة الفساد في لبنان، وهذه هي
مصيبة المصائب في هذا البلد، القيمة 7 مليارات دولار سنويا كلفة الفساد، وهذه حسب أرقام رسمية لبنانية. لكم أن تتخيلوا إذا كان لدينا مصادر مستقلة أين سيصل الرقم. خسائر فقط من تهريب السجائر في لبنان 800 مليون دولار سنويا. أيضا في قطاعات التكنولوجيا تحديدا الهواتف المحمولة، 90% من سوق الهواتف المحمولة بلبنان هي مهربة، وبالتالي لبنان يخسر عوائد الضرائب على هذا السوق بشكل هائل للغاية. أجهزة الكمبيوتر أيضا 60% من أجهزة الكمبيوتر التي تدخل إلى لبنان هي مهربة، وبالتالي أيضا البلد يخسر عوائد الضرائب من هذه السوق الكبيرة والحيوية للغاية. إذا بعد 12 عاما على غياب موازنة موافق عليها من البرلمان اللبناني، هل يكون العام 2017 عام إقرار الموازنة؟ ننتظر ونرى.